السلام عليكم. بنكمل من حيث ما توقفنا المحاضرة الماضية عن steady state approximation. steady state approximation. نيجي للنقاط الآتية. The concentration of intermediate is always much smaller than the reactant concentration. الوضع اللي بكون فيه تركيز الانترميديت أقل من تركيز المواد المتفاعلة. A بتروح ل X ومن ثم بتروح ل Z. X والانترميديت. فبكون إحنا الوضع هون إذا كان تركيز الانترميديت أقل بكثير من تركيز الـ A، يعني سرعة التفاعل الأول بكون قد بطيء جدا والتفاعل الثاني من X ل Z بتكون سريع جدا. The concentration of X rapidly reaches a value that remains practically constant during the course of the reaction. يعني تحت هذا الشرط اللي هو موضوع سرعة التفاعل الأول من A ل X بطيء، تركيز X تقريبا بكون ثابت مع الزمن. لهذا السبب بنحكي dx over dt بتساوي 0. هذا شرط اللي هو steady state approximation. النقطة الثانية it is not possible to give formal proof of this hypothesis. يعني هاي النظرية مش من المعقول أو مش من الممكن إعطائها، خلينا نحكيها خلينا نقولها إثبات رسمي، تمام؟ يكون مطبق على أي reaction mechanism. Because the rate equation for more complicated mechanisms are often impossible to solve. بسبب إنه معادلة السرعة للتفاعلات المعقدة بيكون صعب حلها. The rate of change of concentration of an intermediate. سرعة التغير في التركيز للإنترميديت للعامل الوسيط ممكن نقربه ونعمله يساوي زيرو، يعني dx over dt. Whenever, متى the intermediate is formed slowly and disappear rapidly. عندما يتكون ببطء، يعني الـ X تتكون ببطء، A لـ X و X لـ Z. A تتكون ببطء، X تتكون ببطء، ولكنها ما أن تتكون حتى تختفي بسرعة. هذا هو الشرط اللي هو الـ steady state approximation. Now, بكلمات أخرى، الـ intermediate موجود دائما بكميات قليلة مقارنة بكمية الرياكتنت، وبكون التوتال ريت انتو ذا اكس تقريبا يساوي التوتال ريت اوف ذا اكس. يعني سرعة الذهاب باتجاه اكس هي سرعة نفس الخروج من اكس. هاي في بداية التفاعل اللي هو هذا الشرط الستيدي ستيت ابروكسيميشن. عندي مثال هون انه بدي اعتبر التفاعل A زائد B بعطيني الاكس، ومن ثم اكس بعطيني Z. التفاعل الاول هي هو A زائد B بالK1 بيعطيني X، وأيضا في تفاعل ريفيرس من X بروح باتجاه AB بمقدار K-1 اللي هو الريت كونستنت، والX اللي تكونت هنا أيضا بتروح باتجاه Z بالريت كونستنت اللي هو الK2. حين من هذا التفاعل ممكن اللي هو نطلع الديفرنشال ريت إكويجن، يعني معادلات السرعة التفاضلية، نطبقها على هذا الرياكشن in terms of A, in terms of B, in terms of X, in terms of Z. لاحظ A و B هي تناقص A مع الزمن وتناقص B مع الزمن ومتساويات. هنا هي dA over dt dP over dt، طبعا تناقص على أساس أن المواد المتفاعلة بتتناقص. شو بتساوي هاي؟ تاعت A هي K1 في AB، K1 في AB، K1 في AB ناقص K-1 في X، K-1 في X. يعني هنا المنطقة هاي سرعة التفاعل هنا هو معدل السرعة الذهاب باتجاه X ناقص معدل الذهاب الخروج من X في المنطقة اللي احنا موجودين فيها للتفاعل الأول. إذا معدل تغير A أو معدل تغير B مع الزمن يساوي اللي هو change اللي موجود عندي هنا، اللي هو حركة الذهاب من A و B باتجاه X وحركة العودة من X باتجاه A و B. بدنا نجد النت difference هذا، تمام، بالrates حساس نجد اللي هو change بA with T واللي هو يساوي change of B with T. طبعا الـ X هنا فيها حالتين، حالة ذهاب من X باتجاه AB، وفي حالة ذهاب من X باتجاه اللي هو Z، وفي حالة ذهاب باتجاه X من A و B، تمام؟ يعني ثلاث خطوات هنا، AB بتروح لـ X، X بتروح لـ Z، و X بتروح باتجاه A زائد B، that's it. فعندي هون dx over dt، تغير في التركيز هذا، اللي هو جاي من الخطوة الأولى، اللي هو الذهاب من A و B باتجاه X، هاي هي، ومن ثم الذهاب من X باتجاه A و B اللي هي K-1 في X، ومن ثم الذهاب من X باتجاه Z اللي هو K2 في X، هاي هي، تمام؟ طيب الـ dz over dt هي عبارة عن K2 في X. لاحظوا كم من equation عندنا، هاي واحدة، هاي ثنتين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، يعني أوجدنا معدل التغير في كل مادة موجودة معانا
في الميكانيزم الموجود عندنا هون اللي هو في A و B وهي متساويات حطناهم في معادلة واحدة و X و Z موجود عندي هون X وعندي Z. طيب الـ steady state approximation تفترض الآتي إنه معدل التغير في الانترميديت مع الزمن مع بداية الرياكشن تساوي صفر. هاي dx over dt بتساوي صفر. باجي هون هاي المعادلة بتساوي صفر. تمام؟ طب شو بستفيد منها؟ بنقل هذا الكلام ما نقول هنا إني أستطيع إني أوجد قيمة x. فقيمة x من هون تساوي هاي القيمة. يعني اعملوا بس ترتيب جبري للمعادلة الموجودة عندنا فبطلع قيمة x تساوي k1 في a في b على k-1 زائد k2. طيب معدل سرعة التفاعل بالنسبة لزد أو in terms of z هي dz over dt هيها وتساوي k2 في x. الk2 هيها وين هيها؟ تمام؟ طيب الx الx هيا k1 هيا في a في b هيا على k-1 زائد k2 هذول. يعني قلت قيمة x حطيتها هون وضربتها في k2 فأوجدت اللي هو dz over dt. تمام؟ That's it. عندي هون مثال بوضح لي تقريبا شيء قريب من الموجود عندي هنا. A زائد B بعطيني X ومن ثم X بعطيني Z بالريت كونستانت الثلاثة الموجودة عندي هون. نفس الشيء عندي هاي اللي هي المعادلة. طبعا بطلب منا هون انه نجد الإكسبريشن للريت إكويجن، يعني ما هو التعبير عن سرعة التفاعل الكيميائي اللي جاي موجود عندي هون. تمام؟ وبدنا ان هاي المعادلة نعملها ريدكشن، يعني نعملها اختزال بناء على two conditions. شو هذول two conditions؟ الكونديشن الأول بقول لك اعتبر the second reaction is slow، يعني هذا هو slow the initial equilibrium being established very rapidly. وهذا initial equilibrium، هذا الاتزان البدائي وبكون سريع جدا. هاي الكيس الأولى. الكيس الثاني the second reaction is very rapidly، اعتبر إنه هذا التفاعل هو سريع جدا مقارنة بالتفاعل الأول بالاتجاهين. تمام؟ هاي شرطين بدنا نجد معادلة شاملة توصف لي هاي الميكانيزمة ومن ثم نختصرها عند الكونديشن الأول والكونديشن الثاني في حالة إنه كان الرياكشن الأول سريع أو الرياكشن الثاني سريع، فبكون العكس الرياكشن أو الرياكشن الأول بطيء والرياكشن الثاني بطيء. بدنا نشوف عند هاي التو كيس. دي إكس أوفر دي تي للمعادلة هاي زي ما وجدناها سابقا بنطبق. تمام؟ وبنجد الإكس اللي يطلعه هنا كي 1 في إكس، كي 1 في إكس، وأيضا ناقص كي ماينس 1 في إكس، بعدين ناقص هاي المنطقة اللي هي K2 في X في B تساوي صفر، اللي هي rate into the X ناقص rate out of the X. وضعناها هنا وحكينا طبقنا طبقنا اللي هو steady state approximation. طبقنا steady state approximation يا جماعة على أساس نقدر نبسط الأمور ونحل المعادلة رياضيا، غير هيك لا يمكن حل المعادلات التفاعلات المعقدة رياضيا. فهذا للتبسيط لكنه لا يحيد عن الصواب. That's it. يعني في منطق في استخدامه. فقيمة الإكس من هاي هي قيمة الانترميديت تعطى بهاي المعادلة بناء على نحلنا هاي المعادلة فأصبحت عندنا هنا. طيب dz over dt ماذا تساوي؟ هاي dz over dt اللي k2 في x في x في b، هاي المعادلة. شو علي أساوي؟ بحط البي هيها وبحط الk2 هنا موجودة، بضل عندي قيمة الإكس بجيبها من هنا وبنزلها على المعادلة هاي. الحين عندي هاي المعادلة العامة، عندي شرطين إنه k2b is small compared to k-1 أو k2b is very large compared to with k-1. هاي التو كيسز اللي صرت لي في A و B. طيب إذا كانت هاي القيمة صغيرة اللي هي في المقام هنا تحذف مهملة، هاي قيمتها بتكون كبيرة معناته، فبتصير المعادلة k1 k2 على k-1 لأنه هاي صغيرة جدا تحذف في المقام. طيب لو عكسنا الآلية إنه k2b كبيرة، هاي k2b كبيرة فهاي بتكون صغيرة فبصير في المقام بس K2B. طب K2B K2 مع K2 بتطير والB مع الB بتطير، بضل عندي فقط K1 في K2. فسرعة التفاعل الجنرال إكسبريشن لها هذا هو، سوري هذا هو، والسبيشال كيسز في A وB طبقناهم طلع معنا سرعة التفاعل يا بكون هيك يا بكون هيك. طب متى بكون هيك؟ بكون هيك إذا كانت قيمة K2B أعلى سمول مقارنة بK-1، والحالة الثانية إذا كانت الـ K2B أكبر من اللي هو K-1. وعلى هذا الأساس احنا بنحكي إنه هنا الـ slow step هاي أو الـ slow step هاي، وبنحدد على أساسها اللي هي سرعة التفاعل الكيميائي. عندي هون الـ rate controlling أو الـ rate determining step، يعني الخطوة التي تسيطر على سرعة التفاعل الكيميائي أو الخطوة المحددة لسرعة التفاعل الكيميائي. rate controlling step may be defined ممكن تعرفها as a step كخطوة which has
strong influence on the overall rate of the reaction. شوف التعريف كيف، التعريف بيحكي انه الريت كنترولينج او الريت ديتيرمينج ستيب هي الخطوه التي لها تاثير قوي على سرعه التفاعل الكليه. تمام، بنيجي لنفس المثال اللي انحل سابقا. تمام، انه A زائد B K1 بتروح لX وX بتروح K-1 باتجاه A زائد B في الريفيرس دايركشن، والX هاي بتروح باتجاه Z بالK2. طبعا K1 K-1 K2 هي ثوابت سرعة التفاعل ولا مش متساويات هنا. تمام، بنيجي هون في عندي شرطين، انه الK2 قد تكون اكبر بكثير من الK-1، والK-1 ممكن تكون اكبر بكثير من الK2. تمام، في هاي الحالة لاحظوا عندي هنا الريت للرياكشن هاد هو عبارة عن K1 في AB، هي هو. تمام، والريت go into Z dZ over dt هو عبارة عن K1 K2 A زي ما وجدناه سابقا. تمام، طيب فتحت هذا الشرط K2 أكبر من K-1، يعني هاي بنهملها، بضل K2 في المقام و K2 في البسط بيشتغل بعض، وبصير سرعة التفاعل K1 في A في B. The initial step is the rate controlling step، لأن حددنا سرعة التفاعل بناء على اللي هو slowest step، فهنا initial step is the rate controlling step. طيب في الحالة الثانية انه انا عندي الريت هو K2 هون، هيا K2 في X، K2 في X، X معانا قيمتها، X معانا قيمتها. تمام، بضل عندنا بدنا نعوض انه K-1 اكبر بكثير من K2. طيب تعالوا هنا K-1 اكبر بكثير من اللي هو K- سوري K-1 اكبر بكثير من K2. لو جينا على المعادلة هاي بنيجي قيمة الإكس هاي 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 بنحطها هنا. تمام، وما ننسى انه في عندنا K2 هاي. تمام، واذا كانت K2 K-1 اكبر بكثير من K2، تمام، فتصبح المعادلة عندنا بالطريقة هاي، طلع هاي K1 على K-1 هاي هي الكابيتال لتر اللي هي equilibrium constant، equilibrium constant مضروب في K، بسطناها بالطريقة هاي. طيب ننزل هون لنفس القيم الموجودة عندي هون، K1 على K-1، وحكينا انه K2 اكبر بكثير من K-1، K-1 اكبر بكثير من K2 هي هون، فبصير هاي لحالها في المقام. طب هاي لحالها وبنشيل K2 لانها صغيرة جدا، فبصير عندي اللي هو سرعة التفاعل يكتب بالطريقة الموجودة عندي هنا K1 على K-1، ما ننسى انها هي عبارة عن K1 وهي K2 ومن ثم A و B. Reaction 2 في هاي الحالة، هذا reaction is often regarded as rate controlling step، تعتبر هي الخطوة مسرعة التفاعل في هذا الشرط، فبصير الشكل تبعه هيك. وإذا كانت K2 أكبر من K-1 لهذه المعادلات بصبح عندي سرعة التفاعل تعطى بالطريقة الموجودة عندي هون حسب مين هي الخطوة الكنترولينج ستيب. عندي هون مثال، المثال هاي التفاعل الكيميائي لمعقد كوبالت كومبلكس، تمام، مع الأيودايد، تم بخطوتين، هاي الخطوة وهاي الخطوة، لاحظوا هاي تكون عندي هون انترميديت وتكون عندي هون انترميديت. تمام، هاي K1 وهي K-1 وهنا K2، نفس المنطق اللي كنا شغالين عليه سابقا موجود هنا. assume the intermediate exists in steady state، يعني اعتبر ان الانترميديت بتكون بالحالة الثابتة. and derive the general rate equation، واشتق المعادلة العامة لسرعة التفاعل. write the rate equation، اكتب سرعة التفاعل for special cases، لحالات خاصة، لما نكون low and high iodide concentration، لما نستخدم high أو low iodide concentration. شوفوا كيف لما نأثر على معادلة كيف ممكن يكون سرعة التفاعل بناء على إحدى الرياكن زدنا تركيزه أو قللناه، كيف ده تكون شكل المعادلة للspecial cases هاي. and decide which is the rate controlling step، ومن هاي الخطوات حدد مين هي الخطوة اللي بتعمل لي سيطرة وإلها سيطرة على موضوع تحديد سرعة التفاعل. the steady state approximation، لا اللي هو الانترميديت، هاي الانترميديت هيو هذا هذا سوري هيو هذا هذا وهذا. تمام، هاي ماده رئيسيه موجوده وهاي ماده رئيسيه موجوده كومبلكس. تمام، فالستيدي ستيت للانترميديت دي اكس اوفر دي تي او دي لهاي الماده اوفر دي تي الكونسنتريشن تبعها تساوي هاي القيمه، هي موجوده وعرفنا كيف نطلعها. تمام، يعني هاي في هاي ناقص هاي في هاي، يعني K1 في هاي القيمة هيها، تمام، ناقص K-1 في هاي القيمة وناقص K2 في هاي في هاي، هي موجودة هنا. تمام، طبعا هنا ما ضربناش بالمية لأن المية موجودة كسولفنت وبتكون خلال الفالي تبعها ثابتة، فدخلنا الثابت تبعها ضمن الثابت تبع K-1، فأصبحت عندي هاي اللي هي القيمة بتاعت
اللي هو السيدي ستيت ابروكسيميشن دي اكس اوفر دي تي تساوي صفر، او دي للانترميديت اوفر دي تي بتساوي الكونسنتريشن. منها نستطيع نجد القيمه هاي تحت الانترميديت اللي هي اكس هاي. تمام، طيب هاي اوجدناها هون. تمام، الجنرال اكسبريشن للريت بدي يساوي كي 2 في اي ماينس في اللي هو الاكس هاي اللي هو ارجع لورا هيا كي 2 في هاي في هاي. طيب هاي اوجدناها بالطريقه هاي. الحين في عندي 2 كيسز، انه لو كونسنتريشن اوف ايودايد او هاي كونسنتريشن اوف ايودايد، بنطبقهم في المعادله هاي. تمام، اذا لو كونسنتريشن في الايودايد هاي القيمه قليله فبتطير، هاي معناها، فبصير الشكل تبعه بالطريقه هاي. والريت ديترمينج ستيب بدها تكون اللي هي الخطوه رقم 2 ذاتس ات. طيب اذا كان هاي كونسنتريشن الايودايد هاي معناتها بدنا نحسبها، واي بدنا نشيلها من المعادله، يعني هاي قيمه كبيره جدا مع قيمه صغيره، فبنشيل هاي القيمه بتضل هاي عندي. طيب كي 2 بتطير مع كي 2 والاي ماينس بتطير مع الاي ناس، فبتصير الشكل الجديد للمعادله هي هذا، يعني بضل بس عندي كي 1 في تركيز الكومبلكس هذا ايوه. فبتكون في هاي الحاله اللي هو الريت ديترمينج ستيب اللي هو الخطوه الاولى، يعني المعادله حسبناها سرعه التفاعل بناء على الخطوه الاولى اللي هي اللي تحت الشرط هذا، وهاي بناء على الخطوه الثانيه ذاتس ات. في هنا هون نوتس متعلق، النوتس هي هون متعلق باللي هو الكنترولنج ستيب، خلينا نقراهم مع بعض. بيحكي الاتي: great care must be taken to in identifying great controlling step. يعني بيحكي لابد من العناية المطلقة كبيرة في موضوع تحديد أي الخطوات اللي تسيطر على سرعة التفاعل الكيميائي، لأنه من السهولة أنك تعمل أخطاء في عملية التحديد في مواضيع لمن يكون النظام فيه نوع من التعقيد، ما لم يكن اللي هو نظام يعني شغال بشكل خناها ستيت فورورد بسموها. Now it is better to avoid the concept of rate determining step altogether. يعني بقول لك من الافضل انه يعني نستثني موضوع اللي هو rate determining step والحكي فيه، لانه as it is never essential to identify such a step. لانه من من الصعب تحديد مثل هذه الخطوة. بعض النقاط الاتية لابد ان ناخذها بعين الاعتبار بالنسبه للريت كنترولنج ستيب. الخطوه النقطه الاولى: it is wrong to define rate controlling step. يعني من الخطا ان نحاول نحدد اللي هو الخطوه اللي بتكون اللي هي مسيطره على التفاعل، كما يعني في بعض الاعمال في اوقات بنعمل هذا الكلام خلال حلنا المشاكل المتعلقه بالكينيتكس. As the slowest step in the reaction scheme. لأنه إحنا بنعتبر إنه هاي controlling step هي أبطأ خطوة. بحكي هون هو ليس بالضروري إن تكون أبطأ خطوة اللي هي الخطوة المسيطرة على سرعة التفاعل الكيميائي. يعني بنبهنا لنقطة إنه انتبهوا إنه مش بالضرورة تكون أبطأ خطوة هي اللي بتكون مسيطرة على controlling step على سرعة التفاعل الكيميائي. بجيب مثال هنا. يعني بقول ممكن يزبط هذا الكلام sometimes it is it، يعني اوكي، بس يعني باغلب الاحيان لا. مثلا عندنا تفاعل السلسله، انه لما انه يتقدم بتقدم باكثر من منطقه وباكثر من خطوه، تمام، وبتكون الخطوات الريت لهم نفس الريت، لكن في واحدة من هاي الخطوات بتكون هي اللي مسيطره على سرعه التفاعل على الرغم انه هم لهم نفس السرعه. النوت الثاني: it is impossible to decide on rate controlling step if one have no information about the relative value of the rate constant. بحكي من المستحيل أن نحدد من هي خطوة مسيطرة على سرعة التفاعل الكيميائي إذا لم يكن عندنا معلومات عن اللي هي القيم النسبية لثوابت سرعة التفاعل. الطلاب ممكن بعض الأوقات إنه بدهم يحددوا اللي هي الخطوة المحددة لسرعة التفاعل الكيميائي قبل ما يشتغلوا على التعبير اللي بدلني على سرعة التفاعل الكيميائي بناء على اللي هو steady state approximation. الأصل بحكي إنه one decides on controlling step after one has analyzed the kinetics. يعني بيقدر الواحد يحكي عن موضوع controlling step أو rate controlling step بعد ما يكون عامل تحليل للي هو سرعة التفاعل الكيميائي. بالعموم الخطوة التي تعمل سيطرة على سرعة التفاعل الكيميائي تعتمد على تركيز المواد المتفاعلة، كما يعني أسلفنا في المثال السابق. عندي هان مسألة حسابية
رقم 10 7 بتركها لكم، وايضا مس يعني التكمله لها موجوده بالصفحه الثانيه، بترك هذا الكلام يعني اخر اللي هو 10 10 7 و10 8 بترك لكم اللي هو تطلعوا على هاي المسائل وتحلوها، الحل موجود امامكم، بس بتغلبوا شويه وتقراوا الاسئله وتحاولوا تحلوها لوحدكم، او الحل اصلا موجود وتختبروا مدى فهمكم لهذا الموضوع. نتوقف هون وبنكمل ان شاء الله المحاضره القادمه. يعطيكم العافيه.